دولة السيد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، معالي السيد دكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، الضيوف الكرام، يشرفني التواجد بينكم اليوم في افتتاح أسبوع القاهرة للمياه الذي أضحى مع عامه السابع أحد الفعاليات البارزة على أجندة نقاشات المياه الإقليمية والدولية. ولقد بذلت مصر خلال السنوات الماضية جهودا كبيرة للارتقاء بأجندة المياه العالمية، وتجلت هذه الجهود بمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية تغير المناخ بشرم الشيخ COP27 ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 بإطلاق مبادرات مؤثرة، ومنها مبادرة التكيف المائي أوير ومبادرة مبعوث الأمم المتحدة للمياه، وهي المبادرات التي سنسعى للبناء عليها بأعمال مؤتمرات كوب وعلى مسار مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026. ومن ضمن هذا الجهد الإطلاق المنتظر لتجمع المياه والمناخ بالتعاون بين مصر واليابان خلال الدورة الحالية لأسبوع القاهرة للمياه. إن اهتمام مصر البالغ بموضوعات المياه ضرورة حياة وقضية وجود، وكما استمعتم في كلمة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فإن مصر الدولة كثيفة السكان فرض عليها أن تحيا في صحراء شاسعة إلا من واد ضيق ودلتا حول مصدر حياتها نهر النيل العظيم. ولقد برع الإنسان المصري منذ القدم في إدارة موارده من نهر النيل رغم حالة الندرة المائية الحادة بأسلوب كفء رشيد يعظم الفوائد ويمنع إيقاع الضرر بأي طرف. السيدات والسادة، يعد أسبوع القاهرة للمياه منصة متخصصة تتقاطع جوانبها الفنية مع أبعادها السياسية والقانونية الدولية، بما يؤكد أننا نتخذ العلم منهاجا في التعامل مع قضايا المياه، ونبحث عن الحلول العلمية القائمة على القواعد وأفضل الممارسات الدولية. وأود هنا التأكيد على ثلاثة محاور رئيسية تتبناها السياسة الخارجية المصرية بموضوعات المياه. أولاً، الاقتناع الراسخ بأنه لا سبيل سوى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي الفعال لإدارة موارد المياه العذبة الشحيحة على كوكبنا لتحقيق التنمية للجميع، لا سيما وأن أغلب المجاري المائية هي عابرة للحدود، ويتضح هذا بجلاء في حالة نهر النيل الخالد. ونجدد التأكيد على الحق الكامل لدول حوض النيل في التنمية، وحق دولتي المصب السودان ومصر في الوجود. وقد كانت وما زالت وستظل مصر في طليعة الدول الداعمة للتنمية والرخاء بدول حوض النيل الشقيقة، وحشد التمويل الدولي للمشروعات التنموية بدول حوض النيل طالما كانت مشروعات توافقية. ثانيا، تتمسك مصر بقواعد ومبادئ القانون الدولي الملزمة لإدارة الأنهار الدولية، لا سيما مبادئ التعاون والتشاور والإخطار المسبق وعدم إحداث ضرر، تحقيقا للاستخدام المنصف والمعقول، وهو ما ننادي به ونسعى لتطبيقه بالحوار المستمر مع الأشقاء بدول حوض النيل لضمان ألا نغذي الانقسامات، وأن نعمل سويا من أجل آلية جامعة وشاملة وليست منقوصة أو مكتزئة للحوكمة المشتركة لنهر النيل العظيم لتحقيق مصالح جميع شعوب هذا النهر. ثالثا، الرفض الكامل
لأية أفعال أحادية مخالفة لقواعد القانون الدولي في إدارة الأنهار العابرة للحدود، والإدعاء الباطل بأن طرفا لديه السيادة على نهر دولي عابر للحدود كنهر النيل. فالمياه هبة من الله عز وجل وليست من أي طرف أيا كان. وأؤكد هنا أن مصر تحفظ حقها المشروع في اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للحفاظ على مقدرات والمصالح الوجودية لشعبها في حالة وقوع الضرر. ختاما، إن تزامن أسبوع القاهرة للمياه هذا العام مع الدورة 9 لأسبوع المياه الإفريقي إنما يدفعنا للنظر بعمق لقارتنا العظيمة القارة الإفريقية واستلهام الحكمة الإفريقية بالبناء على التجارب الناجحة في أحواض أنهار السنغال والزمبيزي وغيرها. وأدعو الخبراء المشاركين في هذا المحفل الهام لتكثيف النقاشات واستخلاص الدروس من تلك التجارب لإرشادنا إلى السبيل الأمثل للإدارة الفعالة للموارد المائية العابرة للحدود لتكون المياه رباطاً لتعزيز التعاون والسلام والتكامل الإقليمي بدلاً من أن تكون أداة لافتعال الأزمات كما يريد البعض. وشكراً جزيلاً.